فضوليتي قتلتني. عندي كم سؤال اليوم. اليوم بس؟ ما هو أسئلة. حابب أعرف بالأساس شو أصل هالعالم؟ من وين إجا؟ حدا بيقدر يقول لي؟ وين بلاقي الجواب؟ بكتب العلوم أو بالكتاب المقدس؟ كمل، عم بسمعك. بدي أفهم مين خلق مين؟ الله خلق العالم أو العالم خلق الله؟ أنا بعتقد في احتمالين. الاحتمال الأول، الله كائن حي موجود خلق السماوات والأرض. ما تأخذني، في احتمال تاني مضطر لك إيه؟ قول. ما في كائن حي حقيقي اسمه الله. الإنسان اخترع فكرة الله. الديانات كلها هي إنتاج التطور الإنساني والاجتماعي. الإنسان عنده كامل الحرية يفكر ويتصرف مثل ما بده، والله أعلن للإنسان عن نفسه بطريقته. أي طريقة؟ ولي ما عندي علم فيها؟ خبرني هيك لشوف. الله أعلن عن نفسه من خلال الطبيعة يلي أنت بتحبها، الزعتر. زعتر. والسنديان والأرز والصنوبر. نم 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 نم. زعتر زعتر. كلن هودي بعدن عينين. الإعلان المهم 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 هو تجسد ومجيء يسوع المسيح على الأرض. وقت اللي بتطلع وبشوف السماء وسعة والشمس وجمالها والنجوم يلي بتغمزني والجبال العالية والبحور وعمقة، ما في إلا ما أقول إنه الله خالق مبدع عجيب عجيب. كيف أعطيتني المعرفة؟ أنا يا الله ضعيف، ضليت ارتكب الأغلاط وأنت كنت توبخني وترشدني، وأنا كنت أتجاهل وما أسمع وروح أبعد بالخطية. وقت ما عاد ينفع معي أي شيء إجا الله لعندي وفداني على الصليب. أنا فعلا هلأ ضميري عم بيوبخني، وصلتك إنك تتحمل ألام الصلب من أجل خلاصي.